بعد رحلة شاقة وطويلة انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم من مدينة مصراتة، اتجهت إلى تركيا وبالتحديد إلى مطار اسطنبول، بعدها اتجه وفق قناة ليبيا الرياضية إلى مدينة أدنى في ساعات متأخرة من الليل. تزامن هذا الوصول مع وصول عدة منتخبات، المنتخب السلوفيني والمنتخب الجزائري وأيضا المنتخب التونسي. الآن الساعة 12 ليلا، بعد قليل سنتجه إلى مدينة مرسين حيث تجرى فعاليات بطولة البحر الأبيض المتوسط. بعد قليل سنتجه إلى تلك المدينة وتستمر الرحلة لمدة ساعتين إلى أن نصل، إلى أن يستجد الجديد. نلتقي بإذن الله في مراسلة أخرى لوفد قناة ليبيا الرياضية إلى تركيا. بشير، رحلة تعبة، تعب، رحلة متعبة، مشاكل من الصبح، طبعا شدنا الطريق من قناة ليبيا الرياضية لمصراتة، مصراتة لإسطنبول، من إسطنبول لأدنى، وتو من أدنى لمرسين. أكيد عصام، ما في مجي شيء بلاش، يعني هذه ضريبة العمل الإعلامي وهذه الرسالة الإعلامية. يعني أحيانا تجد نفسك يعني تسابق الزمن في رحلات مكوكية من أجل أن توصل مكان وتعطي انطباع جيد وتتابع الحدث يعني عن قرب وتوصل الصورة جيدة للمشاهد اللي ينتظر في تقديم عمل متميز من قناة ليبيا الرياضية، وهي في مرحلة تغيير نحو الأفضل بعون الله إن شاء الله. طبعا مخرجنا عبد الرحيم الفراوي، المخرج الكبير، طبعا رحلة متعبة. أكيد واجد من الساعات الأولى من صباح اليوم. طبعا نتوه احنا منتصف الليل ومازال ساعتين مشي طبعا بالسيارة لمدينة مرسين. كيف شفت الرحلة هذه كلها المكوكية؟ والله مرات التعب باهي عرفته، لكن يعني تعبنا، لكن نحاول بقدر الإمكان أن نديروا حاجة كويسة ننسوا بيها شنو التعب هذا. بصراحة غدوة المنتخب يلعب، نحن يعني ما فيش نوم، يعني ممكن نرقدوا ساعات شوية بنمشوا طول للملعب. والله مجهودنا عرفت، ما المجهود ان احنا نديروا فيه في الحاجات هذين اللي في النقلات والهنيات والني، بس المهم ان نوصلوا للمشاهد ليبيا الرياضية الصورة والصوت وهو قاعد في الحوش بتريح. اكيد، وهذه ليبيا الرياضية دائما عودت المشاهد ان تكون في الحدث وفي قلب الحدث وتنقل الحدث وين ما كان. اوكي، هذا الشيء طبعا الحمد لله أخيرا وصلنا إلى مدينة مرسين، هذه المدينة التي تجرى فيها بطولة البحر الأبيض المتوسط. كما نعرف ها قد وصلت قناة ليبيا الرياضية، هذا الوفد الكبير الذي يحط رحاله الآن أمام فندق مرسين، هوتيل مرسين، هذا موجود في وسط مدينة مرسين. الحمد لله على السلامة لكل الوفد الإعلامي الذي وصل في ساعة متأخرة من هذا الليل حوالي الساعة 2 صباحا. طبعا رحلة كبيرة، رحلة شاقة انطلقت منذ الساعة 7 صباحا. كل أعضاء البعثة، طبعا الإرهاق، التعب، المشاق. طارق، نبو نختمه أكيد، لكن الحمد لله على السلامة، رحلة متعبة، رحلة شاقة بدأت منذ الساعة 7 صباحا اليوم وحتى الآن.
وحتى الآن إلى الساعات المتأخرة من الليل، الساعة 2 الصباح. فيصل مخرجنا طبعا من ضمن الرحلة، أنت رحلة متعبة. أخيرا وصلنا للفندق، أخيرا نبو نستريحوا. فندق مرسين قاعدين ما شفناش من داخل، إن شاء الله يكون فندق كويس، إن شاء الله الرحلة ما تعبتكش. أكيد عصام فتعب شوي، لكن الحمد لله سلامة الشباب الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، انطلقنا من طرابلس إلى مصراتة، من مصراتة إلى اسطنبول، من اسطنبول إلى أدنى، من أدنى إلى مرسين. غدا ستنطلق طبعا البعثة العالمية، الكل سيذهب في شغله، ستنطلق فعلا المراسلات، الحلقات الخاصة بإذن الله. نتمنى أن تكون التغطية العالمية لوفد قناة ليبيا الرياضية هنا في تركيا، أن تكون هذه الانطلاقة انطلاقة موفقة، وأيضا لكل البعثة الرياضية هنا في تركيا نتمنى لها أن تحصد الذهب وتحقق الإنجازات الذي لم يتحقق في السابق. طبعا في الختام نتلاقوا بإذن الله أو نلتقي بإذن الله غدا في حلقة خاصة ومراسلات أخرى. الآن إلى الراحة، إلى الراحة.